من صرنا أهلنا وجدادنا بالغنم وبجبن نشتغل، أول ما نحل بالحليب نرجع نصفيه، بعد ما نصفيه نرجع ندوره، بعد ما ندوره نرجع نخلي شي ساعتين مجبن ونرد نكسترو ونرد نحطه بالشاش، بعد ما نحطه بالشاش نخلي زاد شي ساعتين ثلاث ونرد نقرضه، بعد ما نقرضه نحط له ملح، بعد ما نحفظه بالملح زادين نرد نخلي زادين نخلي فترة شوية ونرد النوب نحطه بال نخزنه، نخلي شغلة ثلاثة أربع أيام مخزن، بعد ما نخلي ثلاثة أربع أيام نرد نغلي له مي وملح ونغلي بيهن، بعد ما نغلي بيهن نحفظه ببيدونات بسطول هريد بتنك هنحطه بيه ونقليه ونحطه عاديا، نخلي سنة كاملة محطوط من أول آخر شيء نحفظه لمن يظل سنة سنتين، هذا هو جبن من أول تفال نحطه لمن يصير جبن ونغليه ونشتغله من أول تفال آخر. لو الجبن وسط الحزل 7000 العالم ما عاد تقدر تاخذه، الحزل ما عنده مادية ما عاد يقدر، كثير من العالم طفشت من الجبنة ما تقدر على كمية على أسعارها، بده جب البيت بده 300 400 ألف ما عاد يمون إنه جبنة، أول كانت العالم كان كيلو الجبنة ب 150 ورقة، كل بيت يتمون ثلاث وأربع نكات، الحزل ما عاد حدا يقدر يتمون الجبنة من غلاته، والعلف زاد غالي على أهالي ما عاد حدا يقدر زادينه من غلات العلف، العالم زاد ما عاد تقدر تكسر سعره، اليوم كيلو الجبن 7000 ما حد يقدر يتمونه، ما كل واحد يقدر يتمونه.